بسبق خاص وحصريا على التلفزيون المصري. نحن اليوم في فيينا. نفتح في هذا الحوار ملفات ساخنة مع قداسة البابا. ما أنا مش عايز أحرج المسؤولين علشان هم يقدروا يقوموا بيها. أنا بشوف نفسي سفير لمصر يعني في أي مكان أحل فيه. كل مرة بنشرب كوباية مية بنتذكر إثيوبيا. بلادنا فيها خير كتير خالص. انتظرونا.